اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، واتكلمنا قبل الفاصل عن تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قناه نادي الزمالك بعقد اجتماع او الدعوه لاجتماع مجلس اداره غدا، اجتماع طارئ لبحث عوده فريرة مره اخرى للجهاز الفني. يعني طبعا معانا التصريحات المكتوبه، مجلس الاداره سيجتمع لمناقشه عوده فريرة لقياده الفريق مجددا بناء على مبادره من اسامه نبيه. هناك إمكانية لعودة فيريرا مدربا مرة أخرى وتواجد أسامة نبيه كمدرب مساعد معه في الجهاز الفني. يعني الموضوع بالنسبة لي مش محتاج كلام، دي ورقة ضغط ووسيلة ضغط على فيريرا للتنازل عن الشرط الجزائي أو جزء من الشرط الجزائي. ملاش ليها أي تفسير عندك تاني يا كابتن مجدي؟ بعد الكلام او التصريحات اللي فاتت ملهاش تفسير ثاني، لانه التصريحات اللي حصلت من مجلس اداره نادي الزمالك الفتره اللي فاتت والمستشار مرتضى على ان الموضوع بتاع فيريرا خلاص، والورق اللي جه في مجلس الاداره وكام واحد قال علم على انه يبقى مش موجود، فده خلاص ده قرار مجلس الاداره متاخد على كذا مرحله مش مرحله واحده. انه يرجع تاني دلوقتي فاكيد ما لهاش، لا وبيشترط ان لازم اسامه نبيه يبقى موجود، يعني اللي هي دي الحته ده فيريرا اللي بيشترط ولا مجلس الاداره اللي بيشترط؟ لا مجلس الاداره بيقول ان اسامه نبيه مساعدا له بناء على طلب من او مبادره من الكابتن اسامه نبيه. طيب هنا مش هنا المدير الفني مش هيبقى عنده مشكله في ان يبقى موجود فيه اسامه نبيه ولا لا، ما عندوش مشكله خالص، ان شاء الله تحط كل اللي انت عايزه، بس هل هيبقى ليهم دور ولا ما لهمش دور؟ ما هنا كان في مشكله قبل كده، لسه انا بقول لك ان اول سؤال اللي انت بتسالني على الجهاز الجديد واسامه، فبقول لك العلاقه وان اسامه كان حاسس ان وجهات نظره اللي بيقولها ما بيتاخدش بيها. يعني انا لما اكون مساعد واقول مثلا ثلاث اربع وجهات نظر ما تطبقوش كلهم او ثلاث اربع اراء وابقى انا متاخر كده على جنب وما اتاخدش مره ولا مره تبقى انا ماليش لازمه. ممكن طب انا هرجع تاني عشان نفس القصه، فالموضوع فيه لسه. طب افرض دودار دلوقتي اصل دلوقتي الجيم على المفتوح، تمام؟ جيم على مفتوح، افرض فريرا وافق دلوقتي قال لك لا انا جاي عادي انا جاي لكم. بص يا كابتن ممكن نشوف فريرا قاعد على قاعد ما مشيش لسه. وانت بتقول لا ما مشيش، لا هو اصل هو شرط جزائي حوالي نص مليون دولار. وانت بتقول الخبر دولار ولا يورو؟ شبه بعض يعني، بقوا شبه بعض. وانت بتقول الخبر يا كابتن بطني وجعتني، يعني حاسس ان انا دخت من الخبر. هل ده كلام حقيقي؟ يعني ايه كابتن اسامه ويعمل مبادره وهو كابتن اسامه بعد ما وصل لمدير فني النهارده وهو حلم من احلامه انه يمسك فريق بحجم نادي الزمالك؟ لا وهو مش عشان يعمل المبادره المشام مرتضى يقول له هات فيريرا هاته مدير فني وانا ابقى مدرب مساعد ليه؟ لا كلام طبعا يعني ماشي ماشي كلام مش مفهوم ماشي خالص. طب انت دلوقتي افرض فيريرا دلوقتي قال خلاص يا جماعه بص خلي بالك الجيم هو دلوقتي بيلعب الراجل ده عنادي، الراجل فيريرا ده عنادي يعني ممكن يرجع يقعد على عنادي جدا. لكن انت النهارده رئيس نادي الزمالك مشام مرتضى منصور انا بحبه جدا، لازم يكون في نهايه للامر ده. ازاي يعني ازاي انت تجيبه مدير فني تاني عشان الشرط الجزائي؟ لا دورك كمجلس اداره تحل المشكله دي، اصل جمهور نادي الزمالك النهارده هيتظلم. يعني ايه مدير فني يجي فيرجع بالتشكيل اللي هو كان بيعمله، فيجي الكابتن اسامه مش طايقه وجهاز المعاون اللي معاه مش هيساعد فيريرا، دخلنا في دوامه لا رجعه فيها، احنا بنعمل ايه؟ انا مش فاهم. لا يعني اعتقد ان مشان مرتضى منصور لازم يحل الموضوع ده بشكل ودي. خلاص انت استقريت على جهاز فني مصري، اديله كل الدعم. هنرجع كسبنا النهارده ماتش ده، النهارده يعني عايز اقول لك يا كابتن النهارده الواحد نفسه اتفتحت شويه. هنيجي نرجع تاني يجي فريره فيعند مع اسامه نبيه واسامه نبيه يعند مع فريره ونرجع الدوامه تاني؟ لا شايف ان قرارات كلها غلط اللي بيتكلم فيها مشان مرتضى منصور. رغم حبي ليه كده احنا ماشيين، نادي الزمالك ماشي في خطر، ولا تاخد دوري ولا تاخد كاس مصر ولا تاخد افريقيا وهتبقى زيرو الموسم ده. هي يبين لنا نقطه مهمه ميدو جدا، انه ما حصلش قعده مع فيريرا قبل ما يطلع الاعلان باقالته او باقاله الجهاز او بتنحي الجهاز وتعيين الجهاز جديد. ما حصلش قعده معاه. هو واضح كده ان فيريرا متمسك بالشرط الجزائي كاملا. انتوا مشيتوني. أيوه. انا اصلا عارف القصه. نادي الزمالك هتلاقيه عرض عليه شهر، يعني هو ليه 3 شهور. أيوه. زي ما بيقولوا خد شهر. أيوه. وامشي. فالراجل قال لهم لا التلاته كاملين او شهر ونص. فهو دلوقتي دي ايه شد وجذب يعني. خلي بيننا وبينك يعني. وانا متوقع على فكره ان فريرا ممكن عادي جدا تيجي جاي التمرين بكره،
لان هو راجل بروفيشنال عادي. يقول لك انا عندي كونتراكت وانا موجود وكل يوم بيقعدوا جيت سبيد. لو راجل بيبيع طبعا يعني مين اللي ماشي فريرا؟ المجلس بس خلاص يدفع الشرط الجزائي. هو افرض ما 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 طب خلاص يبقى انت اذا نقعد مع الاول وتناقش معاه انا بقوله وبعد كده مشيه. ده الكلام اللي انا بقوله. فاهم قصدي ايه؟ طب انت ازاي تمشيه من غير ما تقعد معاه اصلا تحل المشكله بشكل ودي؟ ده قصدي. انا في مشكله. انا في رايي ان الزمالك اكبر من كده. الزمالك اكبر من كده يا جماعه. الوحيد اللي هيتاثر التيم نادي فريق. تخيل لو انت لعيبه كابتن وسامع كلام. مش ممكن لسه اقول لك اهو. مش ممكن تكون انا لعيب في الفرقه دلوقتي النهارده بعد المكسب بتاع النهارده ده واجي دلوقتي في التلفزيون اسمع القرار ده انا حالتي النفسيه هتبقى عامله ازاي؟ لازم دماغي هيحصل لي كونفيوجن، لازم هيدك ووجع دماغ تاني، هنرجع تاني او طب جاي لا مش جاي. والماتش جاي امتى نادي الزمالك في فتره؟ قولوا لي يا جماعه الماتش جاي امتى بتاع الزمالك؟ اربع خمس ايام مثلا. يوم الاثنين الجاي مع فاركو. يوم الاثنين يعني قدامنا اسبوع. اسبوع 8 ايام. بس انا عايز اوجه رساله يا كابتن مجدي لمشاور مرتضى منصور لمجلس الاداره. انا شايف ان انتوا بتسمعوا للجمهور كتير قوي الايام دي. يعني كان مجلس الاداره انا معاشره والناس كلها عارفه ان انا بحب مشاور مرتضى منصور جدا، لكن اللي بيحصل دلوقتي النهارده انت بتطلع تتكلم على جمهور نادي الزمالك اللي في الاستاد. انت المفروض كرئيس مجلس اداره ولا تتكلم على الجمهور ولا تتكلم على اللعيبه ولا تتكلم على اي حاجه خالص. انت المفروض تحل كل المشاكل اللي عندك. مشكله فتوح حلها، مشكله فيريرا لازم تحلها. ما تصدرش لجمهورك كل المشاكل دي. الاداره شطاره. يعني ايه الاداره شطاره؟ وهو ابو الشطاره كلها ان انت ما تبينش. شوف انت حضرتك قلت ايه يا كابتن؟ خلاص الجيب بقى مفتوح. لو الجيب اصلا ما ينفعش يبقى مفتوح. المفروض ان انت كده بتسبب لجمهور نادي الزمالك ضغط لا وبعدين عصبي غير طبيعي واللعيبه كمان ضغط عصبي. وبعدين يا كابتن مجدي فريرا راجل بانجازاته مع نادي الزمالك لازم يخرج من الباب الكبير. أيوة. ودي قاعده بالظبط. لا ده راجل قاعده. راجل لازم يخرج من الباب الكبير كسب بطولات ليه في جمهور نادي الزمالك. فعشان كده بقول هو الفايل نفسه التعامل معاه تم بتسرع. حصل فيه تسرع في اتخاذ القرار بدون نهاية التفاوض معاه. المفروض ما كانش يحصل نهاية التفاوض معاه دلوقتي. أيوة. يعني كان ممكن يقول له طب نستريح الماتش دوت ونشوف الماتش بعد الماتش دوت ونقعد نتكلم مع بعض. يعني كان في 100 طريقة وطريقة تخلينا ان احنا نوصل معاه. اي هيد كوتش في الدنيا اي هيد كوتش في الدنيا ممكن تاخد وتدي معاه في الكلام وتوصل لطريق او لحل وسط. ممكن اقول لحضرتك حاجة يا كابتن مجدي؟ لان انا مريت بنفس الموقف. يعني انا سبب مشكلتي مع مستشار مرتضى منصور في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفتره كنت في الفتره اللي هي البدايه ان انا تمت اقالتي على الهواء. انا لو كان المستشار مرتضى بعد مباراه الاهلي والزمالك لسه بقول لك اهو انا فوجئت يعني ان مهيب عبد الهادي على الهواء بيقول لي انا اسف ان انا بقول لك ان تمت اقالتك. مستشار مرتضى منصور لسه بعت لنا رساله ان تمت اقالتك انت وحازم. وعلى فكره انا تمت اقالتي من نادي الزمالك قبليها قبل كده. بس الكابتن احمد سليمان كان عضو مجلس اداره كلمني في التليفون بعد مباراه مازيمبي. كنا متعادلين 1-1 وكنا عاملين ماتش كبير يعني ماتش كويس جدا وكنا لسه مكملين في اسكندريه وده على ضربه جزاء. المهم فالكابتن احمد سليمان كلمني قال لي يا ميدو انا يعني مكلف مجلس اداره بقول لك ان احنا بنوجه لك الشكر وان انت كذا. قلت له يا كابتن بشكرك جدا على ذوقك. بلغ رساله المستشار ان انا بتمنى لكم التوفيق وان انا مستعد لخدمه نادي الزمالك من اي مكان. تمام. وبالفعل اشتغلت رئيس قطاع ناشئين متطوع. بالظبط. متطوع واشتغلت. بس عشان الناس جات لي من ايه؟ من الباب الكبير. صح. لما جات القصه بتاعت المره اللي تانية وتمت اقالتي على الهواء قلت لا انا هخش الخناقه دي بقى. عيب اللي بيحصل معايا ده. انا مش صغير ولا حازم صغير ودخلت الخناقه. فهو فريرا برضه هتلاقيه كده. يعني فريرا اكيد بيقول طب يا جماعه انا راجل جيت خدمت واشتغلت وخدت دوري وكاس على الاقل احترموني بلغوني اطلبوا اقعدوا معايا وبلغوني. صح ولا لا؟ ده اللي بقول لك القصه كلها انه تم التعامل مع الفايل ده بشكل مختلف او بشكل فيه ما فيهوش توفيق. اضعف القول يعني نقوله او اضعف القول انه ما فيهوش توفيق. بناء عليه حصل اقاله الجهاز وبعدين بعد 48 ساعه من الاقمشاش من 48 ساعه بس كانت مش كده اعلان عن اسامه نبيه وجهازه كان من 48 ساعه بس. فبعد 48 ساعة وبعد مباراة بيكسبها نادي الزمالك بيرجع تاني. اعتقد ده هيبقى حديث الساعة في البرتغال في لا في في في, في, في الرياضة المصرية النهاردة. ده حديث والله الساعة والله دكتور. انت عارف انا اللي يفرق معايا ايه؟ حاجة واحدة بس. لان انا عارف ان كل ده شد وجذب وبتاع واسلوب يعني ضغط وكل حاجة. انا اللي يفرق معايا انا نفسي ان فريرا فعلا لازم الراجل ده يمشي من الباب الكبير. أيوه. ما يعني ما يتعملش معاه كلام
على فكره الكلام ده لو اتعمل معانا احنا عادي، احنا نستحمل ده نادينا ونادي الزمالك وشفنا ولا انتوا يا كابتن ولا انتوا لا يعني، انما ده راجل ولا اي مدرب مصري يتم اقالته من غير لما تقعد مع المدرب نفسه. احنا النهارده بنتكلم في الادارات، يعني هنا اهو النهارده جمهور نادي الزمالك بينادي على مستر فيريرا، هل ده يعيب مجلس الاداره في حاجه؟ يعيب الكابتن اسامه في حاجه؟ يعيب الكابتن اسماعيل يوسف في حاجه؟ تاريخ. خالص الراجل جه اشتغل عمل اللي عليه، ما وفقش اخر فتره وهو بنسبه كبيره جدا اخطاء كبيره جدا مصر في الفتره الاخيره، لكن يمشي بشكل محترم يليق باسم نادي الزمالك ويليق باسم مصر. صحيح. احنا بنعمله ده ايه؟ انا مش فاهم حاجه اللي بيحصل ده، انا مش فاهم منه اي حاجه الصراحه. شايف ان احنا كده اللي بيحصل ده حاجه تسيء لنادي الزمالك اولا، ثانيا لبلدنا مصر. راجل جه السنه اللي فاتت ولا حد في مصر يتوقع نادي الزمالك ياخد دوري وكاس، خد دوري وكاس، كرمه ده، انت تروح له كمان الفندق لحد عنده.